بلاش دي. هو الله عز وجل لما يسلب نعمة من إنسان ثق تماما أن الطاغوت قادر وأضعف ما سلب. في القرآن ألم يتبنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلى ما يتبنى ورفع إيده زيد بن محمد صحيح حدث منه هذا اللقب لما نزلت إيه تحريم التبني. نعم ها صحيح. فلما حدث سورة المائدة أيوة نعم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. خلاص نعم. المهم هو الصحابي الوحيد شوف الكرم أنا تشلت من انتسابه لرسول الله. نعم. طيب يصير الصحابي الوحيد ولا أبو بكر نفسه ذكر باسمه في القرآن إلا زيد إذا قرأت اسمه أخذت 30 حسنة. سبحان الله كل ده خلود القرآن الكريم. فمنع منه اسم في الدنيا اسم أشرف اسم هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعوضه في القرآن إلى يوم الدين كلما قرأنا اسمه كسب الإنسان 30 حسنة. فانظر إلى زيد ماذا يكسب. يا الله تمام.